بحب جدا لما ارفع الفيديو اللي بتكلم فيه على مباراة اخش اتفرج على الكلام اللي اتقال بعد المباراة، هل انا كنت بتكلم في حاجة والناس بتتكلم في حاجة تانية، ولا احنا كلنا عندنا اراء متشابهة وبنطلعها في الفيديوهات بتاعتنا؟ بس بصراحة لقيت ناس بتتكلم على الفاولات والانذارات والحكم. الحكم ايه، هم الكورتين كانوا اوفسايد بتاع الهدفين بتاع منتخب الجزائر، سواء بتاع البلايلي او سواء كمان بتاعت بغداد بنجاح اللي رياض لعبها بدماغه الحارس صدها ورجعت تاني لبغداد وسجلها. الكورتين كان اوف سايد، وضربه الجزاء يعني بلايلي نط حرفيا اللي هو كان خلاص يعني عايز ياخد ضربه جزاء باي طريقه. وفي ناس تانية بدات تتكلم على ان جمال بالماضي بيحب وبيكره، وانا عايز اتكلم في موضوع بيحب وبيكره دي وحمله التغبيط اللي هتبدا تطلع في الماضي، وبسم الله ما شاء الله كل اللي كان عنده كلمه وكان مخبيها 35 ماتش هيبدا يطلعها دلوقتي. اي مدير فني بيكسب اي بطوله بمجموعه بيكون عنده حنين للمجموعه دي، لان المجموعه دي هي اللي توجته بالبطوله، فطبيعي جدا كان انت كمدير فني هتبقى بتحب المجموعه دي، ده الطبيعي والمنطقي، واي حد من الناس اللي بيتكلموا على يوتيوب لو مكان جمال بالماضي هيعملوا كده. وسيبك بقى من كل الكلام ده، بنتكلم بقى اللي هو حته مدرب، مش حته تحليل ولا حته انك بتتكلم بعد المباراه، لا، في مدرب بيبقى واثق في لعيبه معينه ان اللعيبه دي هتسجل في اي وقت، وده اللي بيخليك تشوف يوسف البلايلي مكمل في الملعب حتى هو مش شايف قدامه. في مدير فني عنده ثقه ان هو يسجل، وممكن فعلا كان بلايلي في اي لحظه كان يسجل هدف، فكانت الناس كلها تسكت وتقول يا جمال بالماضي عبقري ان هو خلى يوسف البلايلي جوه الملعب. فانت بالنسبه لك انت هتسمع الكلام اللي هيتقال لك، الكلام اللي هيتقال لك من محللين، الناس دي لو كانوا في الملعب مكان جمال بالماضي ما كانوش هيعملوا افضل من اللي عمله جمال بالماضي. فلما احنا بنتكلم على سفيان فغولي، هو الراجل عنده ثقه في سفيان فغولي ان هو هيكون محرك للملعب، انا بشوف ان هو عنده ثقه في سفيان فغولي، عنده ثقه في ياسين ابراهيمي، عنده ثقه في اللعيبه اللي بيلجأ لها في المواقف الشديده، انما اللعيبه اللي كان بيلعبها والفرقه كسبانه دي تعرف ان هو مش هيلجأ لها كتير، لان هو خلاص ده بيديلهم والفرقه كسبانه. انما ماتش زي النهارده بان ان الراجل عنده ثقه في الحرس القديم اكتر من الحرس الجديد، يعني وانت خسران واحد ما قررتش ان انت تنزل لعيب زي سعيد بالرحمه، لا انت قررت تنزل ياسين ابراهيمي، انت بتعتمد على الخبرات اكتر، ما بتعتمدش على الشباب اكتر، جربت فريد بولايه وجربت لعيب زي اسلام سليماني. وعلى فكره الناس اللي بتتكلم على بغداد واسلام سليماني، في مين على الساحه حاليا ممكن يكون مهاجم منتخب الجزائر افضل من سليماني او من بغداد؟ المجموعه دي مع جمال بالماضي خدت بطل افريقيا، المجموعه دي مع جمال بالماضي ما خسرتش ولا مباراه الا النهارده. فلما اطلع اطالب جمال بالماضي ان هو يغير المجموعه دي علشان خاطر خسر بيها ماتش النهارده، فانا راجل مفتري، وانا لو مكان جمال بالماضي مش هغير المجموعه دي الا لما اطلع من البطوله والمجموعه دي تبطل كوره، لا اكتر ولا اقل. المجموعه دي هي اللي عملت اسمي مع منتخب الجزائر، وانا برضو عملت اسمي مع منتخب الجزائر، فالمجموعه دي في صله مباشره بينها وبين المدرب كابتن حسن شحاته. الناس اللي بتتكلم عن على منتخب مصر بتقول لك دايما ان هو كان عنده حب للعيبه اللي خدوا معاه 3 افريقيا، ودي طبيعي في الكوره. الناس اللي بتتكلم بقى اللي هو لازم، مش هيعمل كده، مش انا بقول لك مش هيعمل كده، لان هو كمدرب عنده افكاره كده. انا بتكلم، انا بعد المباراه كنت بتكلم جمال بالماضي عنده مشكله انه بنى طريقه لعبه على ملاعب ما يتلعبش فيها الكلام ده، يعني تيكي تاكا وكره من رجل لرجل وعرضيات وسرول للمهاجم، مش الملاعب دي اللي هتلعب عليها الكره دي. فهي المشكله بالنسبه للاساسيه مع جمال بالماضي هو انه كان بيهرب من الملاعب السيئه، كان بيحاول يدور على ملاعب حلوه علشان هو الراجل بيحب يلعب كره حلوه، بيحب يلعب كره على الارض، بيحب يمتع الجمهور الجزائري، بيحب يفرج جمهور الجزائر على كوره منتخب بلده بيلعبها. جه بطوله هنا على ملاعب زي دي صعب ان هو يوري جمهور الجزائر الكره اللي هم عايزين يشوفوها. ففي ناس شايفه ان منتخب الجزائر لا ده كان منفوخ اعلاميا والناس كانت بتطبل ليه، لا المصريين والتوانسه ومش عارف مين كلهم كانوا بيطبلوا ليه. طب ليه؟ طب معنى كلامك كده ان كان في تطبيل للمنتخب ايطاليا على السلسله بتاعته؟ معنى كلامك يعني، معنى كلامك ان كان في تطبيل للمنتخب الالماني ايام يواكيم لوف، ده نفس المنتخب ده بنفس الجيل برضه، يواكيم لوف مشي بنفس الجيل لحد ما الجيل ما كبر ويواكيم لوف فاته موضوع ان هو يعمل تبادل اجيال. كل مدرب في عالم كره القدم كده، مفيش حد مثالي، لما يجي مدرب مثالي ابقى اطلب من جمال بالماضي يكون مدرب مثالي. بس الحاجه اللي انا في خيالي دي مش هيعملها هو على الواقع، ليه؟ لان انا لو مكانه ما كنتش هعمل اللي انا بقوله ده. علشان كده يا جماعه ما تسمعوش لاي حاجه هتتقال، ما تسمعوش للناس اللي هتقعد تقول لك المفروض يعمل المفروض يسوي. انا من الناس دي لما قلت كده ورجعت فكرت، انا لو مكان جمال بالماضي مش هتخلى على لعيبتي مع اول سقوط، انا لو اتخليت عليهم مع اول سقوط يبقى انا ما بثقش فيهم. وهو الراجل بيثق في المجموعه بتاعته، ونتمنى له التوفيق في ماتش كوت ديفوار، لان كوت ديفوار برضو عندها مشاكل لان لعيبتها كلها جايه من اوروبا وعارفه ان الملاعب النظيفه بس هو مش عارفين يلعبوا على الملاعب دي،
يا راجل الحارس بتاع كوت ديفوار جه يمسك الكوره نط ساب الكوره للمهاجم بتاع سيراليون. فاحنا بنتكلم ان منتخب الجزائر تايه على الاجواء السيئه والملاعب السيئه اللي في الكاميرون حاليا، والناحيه الثانيه المنتخب الكوت ديفوار تايه برضو في الاجواء السيئه اللي موجودين حواليها، وفي الحالتين هيطلعوا يلعبوا فرقه تايهه وهي منتخب مصر اللي هو في توهم في ام البطوله دي. والله قلناها من شهر، قلنا البطوله دي هتبقى بطوله جايه تضحك، يعني مش بطوله نتفرج فيها على كوره، احنا جايين نضحك هنا في الكاميرون. ده رايي يا ابن الحلال، لو شايف ان لازم علشان خاطر خسرت النهارده تطلع تقطع في الماضي فانا ما بتفقش معاك بصراحه.